أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من طاقة بلس، والتي سنناقش فيها توقعات الأسواق الاجتماعي أوبيك بلس المقبل والعقوبات المرتقبة على مشتقات النفط الروسية مطلع فبراير. أنا محمد فتحي، والبداية من العناوين. التوقعات بإبقاء أوبيك بلس على مستويات الإنتاج وتعافي الطلب الصيني وتقلص احتمالية الركود الاقتصادي عوامل تدعم أسواق النفط خلال الأسبوع. والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع يستعدان لفرض سقف سعري على مشتقات النفط الروسية مطلع فبراير. أهلا بكم. يرجح إذن مندوبو أوبيك بلس أن توصي اللجنة الوزارية الاستشارية بالحفاظ على مستويات الإنتاج دون تغيير في الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل وسط تعاف مؤقت في الطلب العالمي بحسب الكثير من المحللين. أيضا بحسب ما نقلت بلومبرج عن مندوبي التحالف، إن التوجه نحو عدم تغيير سياسة الإنتاج يأتي فيما تنتظر اللجنة الوزارية المزيد من الوضوح بشأن تعافي الاستهلاك في الصين وتأثير العقوبات الغربية على الإمدادات الروسية. حسب تصريحات أيضا مصدر مسؤول في أوبيك بلس لوكالة رويترز، تخطط اللجنة الوزارية لمناقشة تأثيرات إعادة فتح الصين لاقتصادها، ولكن هذا الاجتماع لا يصدر عنه طبعا قرارات أو توصيات بطبيعة الحال. المصدر كان أيضا آخر لرويترز أشار إلى أن انتعاش النفط في 2023 سيجعل إجراء تغييرات على سياسة الإنتاج أمر غير مرجح. أبرز التصريح البارزة في أسواق الطاقة في الأيام الماضية، أو أبرز التصريحات عفوا، كانت تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، والذي أكد من خلالها أن الطلب على النفط سيرتفع بقوة هذا العام مع إعادة فتح الاقتصاد الصيني وتعافي قطاع الطيران. كان أكد في مقابلة مع بلومبرج أمين الناصر، قال إن أرامكو متفائلة للغاية فيما يتعلق بعودة الطلب إلى السوق، وبدأت بالفعل ترى بوادر جيدة من الصين، وتأمل خلال الشهرين المقبلين أن ترى المزيد من الانتعاش في الاقتصاد الصيني. عن الاستثمارات في قطاع الطاقة، كان أكد الناصر أهمية زيادة الاستثمار في إنتاج النفط الطاقة الخامرة التي تبلغ مليوني برميل يوميا. طبعا يقول أنه هذا يعد أعلى بقليل من إجمالي الطلب البالغ 100 مليون برميل يوميا. بحسب المقال أيضا أمين الناصر، من المرجح أن تهبط مستويات الطاقة الخاملة مع إنهاء الصين إجراءات الإغلاقات بالكامل. أما عن الطلب على المدى الطويل، فقال أنه يتوقع أن يستمر نمو الطلب خلال العقد الحالي، وذلك رغم زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية والاستثمارات في مصادر الطاقة النظيفة، لأن العالم يحتاج إلى زيادة الإنتاج بين 4 إلى 6 ملايين برميل يوميا. بالإشارة إلى توقعات كبرى المؤسسات المالية، توقعت مجموعة جولدمان ساكس ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في النصف الثاني من هذا العام، بدعم من انتعاش الاقتصاد العالمي وهبوط مخزونات النفط الأمريكية، والاحتمال أيضا انخفاض صادرات روسيا مع تشديد الغرب للعقوبات. أما توقعات بلومبرج انتليجنس، فتشير إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع إصابات كورونا في الصين سيؤديان إلى زيادة المعروض في الأسواق في الربع الأول وربما في الربع الثاني، وهو ما قد يبقي الأسعار تحت السيطرة. مع ذلك يقول محللو بلومبرج انتليجنس أن إعادة الفتح الكامل للصين ستعزز الطلب في النصف الثاني وتعيد السوق مرة أخرى إلى حالة العجز مع تخطي الطلب لمستويات العرض. أيضا تقدر بلومبرج انتليجنس أن القيمة العادلة لخام برنت حاليا هي عند 88 دولارا للبرميل، ولكن إذا ما استمرت مستويات التضخم بالتراجع في الولايات المتحدة وتزامن ذلك مع المزيد من انتعاش الطلب الصيني، فإن السعر سيتجه نحو 100 دولار للبرميل. لكن حالة عدم اليقين حول تدابير الصين المقبلة وحظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي وتحديد سقف سعري عند 60 دولار للبرميل، هذه كلها عوامل تمهد الطريق لفترة من عدم اليقين لا يمكن التنبؤ بها. رحب بضيفي من لندن توم ريد، نائب رئيس أسواق النفط في أرغوس. أهلا ومرحبا بك توم. العامل الأهم الآن الذي يحرك أسواق النفط هو التفاؤل بانتعاش الطلب الصيني وعودة الطلب الصيني، وأيضا من ناحية أخرى التفاؤل بأنه الفيدرالي الأمريكي اقترب من ذروة التضخم، وأن بقية عفوا من ذروة التشديد، واقتربت أيضا معدلات التضخم في أوروبا وغيرها من المناطق في العالم من الوصول إلى الذروة. هذه العوامل المحرك، والنفط مستقر حول 88 دولار للبرميل، أو حول يعني دعنا نقول برنت 85 دولار للبرميل، هذه المستويات التي يتأرجح حولها. في هذا التوقيت هل هذه عوامل كافية لدفع نفط المزيد من الارتفاعات كما نرى يعني توقعات ب 100 دولار للبرميل؟ أنا لا أضع توقعات للأسعار عموما، لكن الطلب الصيني يعود بقوة كبيرة
ونحن أمام نقص نوعا ما في المعروض. فقبل فترة قصيرة أسعار السلع كانت محفزا أساسيا للتضخم، والأسواق ما تزال تعاني من نقص. إذا نظرت إلى المخزونات هي دون المستويات التاريخية على مستوى العالم، وبالتالي عودة الصين بقوة إلى السوق وضمن هذه الظروف، هذا قد يؤدي إلى صعود الأسعار. طيب، صعود الأسعار، يعني أنا لا أريد أن أسألك عن مستويات محددة للأسعار، ولكن لأن هناك يعني توقعات ربما جامحة لا تأخذ أيضا في الاعتبار المخاوف المتعلقة بركود الاقتصاد العالمي. تقلصت مخاوف الركود لكنها لازالت موجودة، هل الأسواق تأخذ ذلك في الاعتبار؟ Well, I think at the moment في الوقت الحاضر تبدو الأمور في حالة تركيز، أو الناس يركزون على التعافي في الصين، فأعداد الناس الذين يتنقلون في الصين مع بداية العام الجديد السنة القمرية الجديدة وتأثير ذلك على شراء النفط وصادرات الصين، هذا الأمر يتطلب نفطا فيه نقص في العالم، وبالتالي الأسعار أثرت بذلك، ورأينا الأسعار تعاود الصعود نتيجة لهذا الوضع. إذن هناك خصم للركود، وتحديدا الركود المتوقع في أمريكا وأوروبا. طيب، يعني بالنسبة للمشتقات النفط الروسية والعقوبات التي ستدخل في فبراير، أيضا لا نعلم يعني إلى أي مدى قد يؤثر ذلك على الإنتاج الروسي، هل لديك تقدير لذلك أم أنه ستمر يعني هذه العقوبات كما مرت أيضا العقوبات السابقة؟ من الجدير بالذكر أن المخزونات الأوروبية من الديزل مرتفعة نسبيا في الوقت الحاضر، كان هناك بناء للمخزونات كإجراء احترازي للتراجع المتوقع في المعروض من روسيا. وفي الوقت الحاضر الطلب الصيني على الديزل ضعيف، وهي تواصل تصدير كميات أكبر من الديزل مقارنة بكميات الديزل المصدرة العام الماضي، وهذا الأمر يضع سقفا على الأسعار العالمية لأن هناك زيادة للمعروض المطروح في السوق الآسيوية. شكرا لك توم ريد على هذه المشاركة. تتابعونا في طاقة بلس بعد الفاصل. هل تستطيع واشنطن تعويض ما تم استنزافه من احتياط النفط الاستراتيجي لديها؟ يستعد سوق الديزل العالمي لمواجهة عقوبات صارمة خلال أسابيع، مع اتجاه الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع إلى زيادة العقوبات على روسيا عبر فرض سقف سعري على الصادرات الروسية للوقود بما فيها الديزل الذي يعد الوقود الرئيس للاقتصاد العالمي، وأيضا الوقود الرئيس لأوروبا على وجه التحديد. إجراءات مماثلة كانت قد اتخذت تجاه شحنات الخام الروسية، ولكن فرض سقف على أسعار المنتجات النفطية المكررة وتحديدا الديزل يثير قلقا أكبر لدى مراقبي أسواق النفط حول الارتفاع الذي قد ينتج عن ذلك للأسعار. يعني قبل الحرب مع أوكرانيا كانت روسيا أكبر مورد خارجي للوقود بالنسبة لأوروبا، استمرت القارة بشراء كميات كبيرة من الوقود قبل سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على تلك الصادرات. بالتالي سيضطر الاتحاد الأوروبي لاستبدال نحو 600 ألف برميل يوميا من واردات الديزل من مصادر أخرى. بالمقابل ستحاول روسيا إيجاد مشترين جدد لتلك الإمدادات أو تخزينها على متن سفن، وقد تضطر أيضا إلى خفض إنتاج مصافي النفط لديها، وهذا هو السؤال الكبير هنا، إلى أي مدى قد يتراجع الإنتاج الروسي. مع عزم الاتحاد الأوروبي إيجاد مصادر جديدة للوقود، ارتفعت عدد الشحنات القادمة من الولايات المتحدة والهند إلى دول الاتحاد الأوروبي بالفعل. كذلك من المتوقع أن ترسل الصين مزيدا من الوقود للأسواق القريبة، وما قد يؤدي إلى زيادة الشحنات إلى أوروبا بشكل غير مباشر من الدول التي اشترت المنتجات النفطية المكررة من الصين. إذن أوروبا ستجد مصادر جديدة للطاقة، وروسيا تحاول إيجاد مشترين جدد للإنتاج، ولكن يعني هنا يبقى سؤال ثمن السقوف السعرية، وهذا هل تتكبده السلطات الروسية أم لا؟
بحسب تقرير صادر عن مركز أبحاث الطاقة في هلسنكي، أن تحديد سقف أسعار أو سقف سعر على النفط الروسي قد يكلف الكرملين نحو 170 مليون دولار يوميا. قد ترتفع هذه الإيرادات المفقودة، هي تفقد 280 مليون دولار يوميا، عندما تشمل سياسة السقف السعري المنتجات المكررة أيضا اعتبارا من 5 فبراير. بحسب تقرير المنظمة، يتوجب على الاتحاد الأوروبي أن يشدد الخناق أكثر على موسكو عبر وضع سقف سعري في نطاق يتراوح بين 25 إلى 35 دولارا للبرميل، بدلا من السقف السعري الحالي عند 60 دولارا للبرميل، رغم أن طبعا سعر برميل بحدود 25 إلى 35 دولار هو أعلى من تكاليف الإنتاج يعني والنقل الروسي، يعني هو أمر غير منطقي طبعا، لكن سيخفض عائدات روسيا طبقا لوجهة النظر هذه بما لا يقل عن 100 مليون يورو يوميا يعني. وفي هذه الحالة يعني ربما قد تقوم روسيا بمنع الإنتاج تماما يعني. على كل دعونا نتابع ما الذي سيحدث وأيضا نأخذ رأي ضيفنا من لندن نو برينر، مدير قسم أسواق الطاقة في إنرجي إنتليجنس. أهلا ومرحبا بك نو. يعني نقترب من هذه العقوبات على المشتقات النفط الروسية على الوقود، وفي تقديرك يعني أنه هل سياسة الفرض العقوبات هذه الماضية وما حدث، هل كان لها أصلا تأثير فعلي أو واقع على روسيا، من روسيا في النهاية تتمكن من بيع منتجاتها إلى زبائنها في الهند والصين وتركيا؟ إذا نظرنا إلى ما حصل مع سقف السعر على النفط الخام، رأينا النفط الروسي يباع بخصم كبير، وإذا حصل شيء مشابه للمشتقات النفطية وسقف السعر المفروض عليه، هذا الأمر سيؤثر بالمجمل على الإيرادات الروسية التي تحصل عليها من بيع الوقود. هذا الأمر لا يخفض كل الإيرادات من المستوردات، لكن بالتأكيد هذا الأمر يضغط على إيرادات روسيا من هذه المبيعات الحيوية. طيب إلى أي مدى قد تزيد هذه الضغوط مع تطبيق العقوبات على المشتقات النفطية وعلى الديزل على وجه التحديد، ويعني من أين ستعوض أوروبا هذا النقص؟ نجد أن الحظر على المشتقات النفطية والسقف السعري هذا الأمر إشكالي لأوروبا، لأننا نتحدث عن 1,100,000 برميل من المشتقات النفطية التي يجب على أوروبا أن تستبدلها حاليا، و 500,000 منها هو وقود الديزل. هناك بدائل حاليا وهناك أماكن يمكن لأوروبا أن تلجأ إليها للحصول على إمدادات الديزل هذه، لكن هذا يعني استيرادها من أماكن أبعد، وهذا يعني أن أوروبا ستدفع أسعارا أعلى في مقابل الحصول عليها، وهناك خطر كبير أن نرى زعزعة في الأسواق وتحديدا في سوق إمدادات الديزل إلى أوروبا. يعني كانت هناك بعض التقارير تقول أنه حتى ولو حدث بالنسبة لروسيا يعني أي تراجع في الإنتاج، فإنه يعني سيكون في حدود 150 ألف برميل يعني ربما، أو في هذه المنطقة، لكن هناك توقعات أخرى قالت أنه قد يكون الفقد 1,000,000 برميل. يعني على أي أساس أصلا تبنى هذه التوقعات، وأنت ما رأيك يعني في التأثير الذي قد يطال الإنتاج والتكرير الروسي؟ نحن نتوقع أرقاما أعلى، نتوقع احتمال حصول زعزعة أكبر تطال قطاع التكرير في روسيا. حتى الآن وفي الأشهر القليلة الماضية نحن رأينا نشاطا في قطاع التكرير الروسي، لأن أوروبا كانت تستبق الأحداث بالشراء من أجل التخزين، وعندما تنطلق أو عندما تدخل العقوبات حيز تنفيذ في فبراير وهناك فترة سماح قد تمتد لشهر تقريبا، قد يكون هناك تأخر قبل أن نرى التأثير الكامل للعقوبات، ولكن عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ سنرى أسواقا أخرى تشتري الديزل الروسي مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية ودول أخرى بحاجة إلى هذا الوقود، لكن إيصال هذا الوقود إلى تلك الأماكن وبسبب أن السفن التي تنقل هذه المخزونات غير موجودة بالشكل المطلوب ونظامه يختلف عن نظام نقل النفط، هذا يعني أن روسيا ستواجه مشاكل في نقل هذه الكميات من الديزل إلى الأماكن الأخرى. هل هذا مسعر في الأسواق في الوقت الحالي؟ يعني مستويات الحالية مثلاً
85 دولار وما حول هذه المستويات لبرنت، هل تأخذ في الاعتبار هذا الفقد الكبير الذي تحدثت عنه وتبعاته؟ So I mean I think right now I wouldn't see the crude oil market حاليا لا أعتقد أن سوق النفط تحتسب بالضرورة آثار الزعزعة التي ستكون في سوق الديزل والوقود السائل، وبما أن قطاع التكرير في روسيا سيواجه مشاكل في بيع منتجاته، فإن روسيا ربما تضخ كميات إضافية من النفط في السوق لأنها لن تكون قادرة على تكريرها في روسيا وبيع هذا الوقود إلى الخارج. وحاليا أسواق النفط الخام هي في حالة انتظار وترقب فيما يتعلق بالحظر على المنتجات النفطية الروسية، وهناك طبعا التأثير المرتبط بالاقتصاد والنقص في الوقود والخام أيضا بسبب إعادة فتح الصين وعوامل أخرى مؤثرة. نو برينر، شكرا جزيلا لك على هذه التحليلات. إذن نبقى في الانتظار هو ما الذي سيحدث على أرض الواقع. أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن في ربيع 2022 أكبر عملية سحب تاريخيا من مخزون النفط الاستراتيجي، 180 مليون برميل تم الإفراج عنها في فترة لا تتجاوز العام. لكن ماذا عن تعويض تلك الاحتياطيات المستنزفة، ومتى وكيف سيحدث ذلك؟ الإجابة المختصرة قد تكون أن الأمر سيستغرق وقتا أطول أو قد لا يحدث أصلا على الإطلاق. كيف تبدو هذه المعضلة، معضلة احتياطي البترول الاستراتيجي التي تواجهها إدارة بايدن؟ عملية السحب التاريخية انتهت، لكن مهمة التعويض ما تم استنزافه تشكل هذا التحدي الواضح أمام واشنطن. أولى المحاولات بدأت بالفشل. الأسبوع الماضي رفضت وزارة الطاقة الأمريكية العطاءات الأولى التي قدمتها الشركات لبيع النفط الخام للحكومة. كانت الوزارة تعتزم شراء 3 مليون برميل يتم إيداعها في الاحتياطي الاستراتيجي في فبراير. بررت الوزارة رفضها للعطاءات بأن إرساء الصفقات يعتمد على شرطين: الأول مطابقة مواصفات الخام للمطلوب، الشرط الثاني هو أن يمثل السعر صفقة جيدة لدافع الضرائب للأمريكيين. هنا عند مسألة السعر تحديدا يكمن الجزء الأكبر من معضلة تعويض الاحتياطي الاستراتيجي. دعونا نعود إلى عام 2022 حينما أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنها لن تبدأ في شراء النفط لملء المخزون الاستراتيجي قبل أن ينخفض سعر خام غرب تكساس إلى نطاق لا يتجاوز 70 دولارا للبرميل. نذكر هنا أن غرب تكساس حاليا يتم تداوله حتى تصوير الحلقة يعني عند 80 دولارا للبرميل، وهذا يعني أن السعر الحالي يعني يتجاوز السعر المستهدف للإدارة الأمريكية بفارق 10 دولارات. هنا نتساءل هل بإمكان وزارة الطاقة إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي للبترول؟ الإجابة عن هذا السؤال دعونا نتحدث بلغة الأرقام. أيضا هناك 180 مليون برميل من الخام كما ذكرنا باعتها الحكومة الأمريكية وأطلقتها في الأسواق، وإجمالي العائدات لهذه 180 مليون برميل يقدر ب 17 مليارا و300 مليون دولار، يعني متوسط سعر الدولار 96 دولار للبرميل. هل يمكن استخدام تلك العوائد لإعادة ملء المخزون؟ في الواقع أنه تم تخصيص 12 مليار ونصف المليار من تلك العوائد بالفعل لصالح الإنفاق على مشروع كان أقره الكونغرس ألغيت بموجبه مبيعات احتياطيات البترول الاستراتيجية المجدولة للأعوام المالية من عام 2024 حتى عام 2027، وبالتالي ترك ذلك للوزارة 4 مليارات و800 مليون دولار فقط ليتم إنفاقها على تجديد الاحتياطي لديه. وفقا لشركة الأبحاث الأمريكية كلير فيو إنرجي بارتنرز، وبعملية حسابية بسيطة نفترض فيها أن سعر خام غرب تكساس سيكون عند 70 دولارا للبرميل، هذا المبلغ سيكفي لشراء 70 مليون برميل فقط، أي أقل من نصف المستهدف، نصف البراميل الاحتياطية التي تم الإفراج عنها العام الماضي. وباعتبار أن سوق النفط كغيرها من الأسواق تحركها المعنويات، فإن توجه الولايات المتحدة بحد ذاته نحو شراء المزيد من الخام لملء مخزونها الاستراتيجي أيضا يساهم في دفع الأسعار إلى الأعلى. هذا دون أن نأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى المؤثرة في سوق النفط، انتعاش الطلب الصيني وحظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي. في نهاية المطاف يعني هذا يعني تقلص قدرة الإدارة الأمريكية على الشراء، وطبعا أنه الاحتياطي الاستراتيجي من البترول حاليا وصل أدنى مستوى منذ أوائل الثمانينات. كيف ستحل الولايات المتحدة هذه المعضلة؟ نهاية حلقة هذا الأسبوع من طاقة بلس، نشكر لكم المتابعة وإلى اللقاء في حلقة الأسبوع المقبل.